تقييم سيدي إفني بالمواد الأساسية قبل أسابيع من حلول شهر رمضان؟ بداية نشكر القناة الأولى على الاستضافة. فيما يخص يعني وضعية التمويل على مستوى إقليم سيدي إفني، فإن يعني العمل الميداني ديالنا لديه المصلحة ديال المراقبة ولا اللجان المحلية ولا اللجان الإقليمية، يعني من خلال الزيارات الميدانية لمختلف الأسواق، عندما نتحدث عن الأسواق نقصد الأسواق اللي داخلة في المجال القروي وأيضا الأسواق اللي في المجال الحضري، يعني من خلال الوقوف الميداني ديالنا كيتبين على أن ولله الحمد مختلف يعني المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن خلال شهر رمضان فهي متوفره ولله الحمد بكثره، وخصوصا المواد التي يتم الاقبال عليها في هذا الشهر المبارك. ويمكن القول يعني في هذا الاطار على ان يعني العرض ولله الحمد متوفر، ان لم نقل على ان العرض يفوق الطلب. نعم، طيب بالنسبه لكم كلجان اقليميه خلال جولاتكم، ما هي العمليات التي تقومون بها وكيف تتم مواجهه اي مضاربه او احتكار؟ بالنسبة يعني العمل ديال اللجان يعني بناء يعني على التعليمات يعني اليومية ديال السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم سيدي إفني، تقوم يعني اللجنة الإقليمية المختلطة عفوا التي تضم مجموعة من المصالح يعني بتحسيس مختلف التجار والمهنيين والباعة على ضرورة التقيد السليم بمجموعة من المقتضيات القانونية، خصوصا القانون 114 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكذا القانون 77/15 المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية، والقانون 31/08 المتعلق بحماية المستهلك، إضافة إلى القوانين المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. فهذا الإطار اللجان يعني تقف على يعني في كل في حدود اختصاصه في حالة الوقوف على يعني بعض المخالفات، يعني يتم تحرير محاضر في حق المخالفين، ويعني ويعني وتطبيق السليم للمقتضيات القانونية عفوا السالفة الذكر في حق يعني المضاربين والمحتكرين. شكرا لكم على هذه المساهمة سيد إبراهيم مسلم رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والمراقبة بعمالة سيدي إفني، كنتم معنا مباشرة. حكومة